عسلامة ومرحبا. عسلامة بنتي. مرحبا بيك. عايشك عايش بنتي. عايشك. مسيو انت مواطن تونسي، المهنة متاعك هو انك تلم البلاستيك وتبيعه، ومسؤول على عائلة كاملة، معناها زوجتك واربع صغيرات. هل بيع البلاستيك دبيبس، يعني تلم دبيبس، هل هذا معناها الدخل اليومي هذا قادر انك تصرف به على عائلة كاملة؟ لا بنتي، اللي جابوا اليوم سي نصرف عليهم كهو تاع تاع يوم ويوم كهو. هذا كو بنيتي وتعب بنيتي، تعب اكثر منه. ايش باش نعمل؟ قداش لازمك تبيع في النهار؟ بنيتي كلمة شكايلة كيكة مبيحة كما نقولوا بستة آلاف ولا بسبعة آلاف، هذيك هي بنتي. لا إيه، أما ستة آلاف مسيو شنو باش يعملوا معناها؟ غالب بنيتي إيش تحبي تعرفي؟ هذا غالب بنيتي إيش حبي تعرفي؟ علاش كان ستة آلاف تصرف على عائلة تتكون من ستة أفراد؟ بنيتي ستة آلاف ونطيبوا اللي يجي، اللي يجي بنيتي. ما تعملش كرسكسي هذا قلب. تنجم بيان سور تنجم تصرفهم في النهار هذيك. اما الماذا ومصاريف الصغار، مصاريف زوجتك، قرايتهم، هذا الكل هذا اللي نقص فيه. ضو بنيتي الدار كيف يقولوا فيها ينوب ربي، اما ساكن بنيتي في بيتها فهمني، وكان فيها راسي هكاك فهمني. دارك؟ ليه ليه بنيتي دار ربي مش داري بنيتي. ليه بنيتي ساكن هكاك فيها بليش يعني. نتاع شكون؟ هذه بنتي واحد يعني عطيالي قال لي يسكن فيها حتى ينوب عليك ربي بدوي. يعطيه ألف صحة، إن شاء الله العبيد يتعاون الكل، ربي يبارك لهم في صحتهم في ميزان حسناتهم. من وقتاش ظروفك صعيبة هكا؟ ظروفي بنيتي من 96 ظروفي صعيبة بنيتي. ربي يجعل على صلاح بنيتي. أنت وقت تزوجت؟ دوت عندي برشا بنيتي، عندي برشا. حسب ما قلت لي في الكواليس عندك صغيرات ما همش كبار، ومنهم زوز معاقين، يعني زوز معاقين مستحقين برشا حاجات. حكا ولي الحمد لله بنيتي باللي يحدي لي الحمد لله. باش نعملوا بنتي؟ الحمد لله بالطبيعة. مالا بي معناها المعاقين هما الكبار ولا هما اللي جاوا الاخرانين؟ لا الكبار بنتي، الكبار بنتي. ايه باش نعملوا بنتي؟ معناها ظروفك صعيبة مش من قبل ما تتزوج؟ او بنيتي قبل ما تعرس. ها ايش باش نعمل بنيتي؟ ايش باش نعمل بنيتي؟ زوجتك ما تخدمش؟ ليه بنيتي زوجتي عاملة عملية مركب لها فالف، عاملة فعليها مركب، ما تنجمش حتى باش نطلعها معايا تلقت، ما نجمش ما تنجمش بنيتي، ما تنجمش. مالك بنيتي مسيو؟ كيما نعرفوا احنا في الوقت هذايا توا، معناها في ظل الوضع هذا الصعيب والغلاء وكل شيء، توا اللي يتزوجوا ولاو يخموا قداش يجيبوا صغار. هو صحيح صغار باهيين ورزق من عند ربي، لكن الله غالب توا ولاو العباد يخموا، يقول لك ما نكثرش باش معناها باش كي نجيب صغير واحد نلقى نصرف عليه، زوز عندي نجم مش مشكل. علاش كثرت الانجاب؟ سامحني في السؤال. رغم الظروف القاسية، معناها ظروف قاسية و معناها مستحقين، فهمت؟ يا ابني ظروف بنيتي في الوقت الصعب هذايا فهمي، يعني عندي أربعة قلت يزي يا ربي يقول لك الحب ما يسالش يزي. أربعة لازمهم برشا مصروف مسيو، برشا برشا. ما يسالش بنتي يزي، قلت يزي فيه البركة. مالا بنتي الباهي هذاك هو بنتي باللي يعطينا حمدوه، باللي يعطينا حمدوه بنتي. اللي ياتي بنتي الحمد لله. ولادك يقراوا؟ هي بنتي زوز يقراوا. هي زوز يقرا. ولادك متفاهمين الوضعيه اللي انتم عايشين فيها والا لا؟ متفاهمين ويعرفوا بنتي، يعرف ومساحه مدين يعني ربي على الوضع هذا. هي بنتي ربيتهم على القناعه. على القناعه بنتي احسن حاجه. عايش بنتي تعجز ساعات مسيو في انك توفر لهم حاجه؟ تحس روحك عاجز ما تنجمش؟ لا يا بنتي اسمعيني بنتي، يعطيني هما ياكلوا ويشربوا وانا ولا ما يهمني، يعطيها مو مبارك بنتي. ديما كيك البو والام هما اللي بجلوا صغيرات. اي بنتي صحيح بنتي. شنو تتمنى في حياتك مسيو؟ شنو الحاجه هكا اللي ناقصتك هكا تحبها ديما تتمنيها قبل ما ترقد، ديما تتخيلها هكا وتتمنيها تكون عندك؟ نحن بدي نحبوا اهل الخير يعاونونا، يشوفوا الوضعيه ويشوفونا ويعاونونا.
ويعاونونا ويرحم والديهم، كان عاونونا يرحم والديهم، كان ما عاونوناش يرحم والديه. هذاك شو نقولوا له بنتي بنتي، هذاك شو نقول. الوضعيه الاجتماعيه اللي انتم عايشينها ما اثرتش على علاقتك بزوجتك في نهار من نهارات؟ كيفاش بنتي؟ الوضعيه الصعبه اللي انت عايشها توا مع عائلتك وصغارك وكل، ما اثرتش على علاقتك بزوجتك؟ كي تقعد ناقصه، كي تقعد ما عندهاش، كي تلقى كي تلقاك ما تنجمش توفر لها. روحها بنتي متصره، ونعرفوا روحنا متصلين ونسكتون، ديما نحمدوا ربي على شرب ما نحمدوا ربي. نعرفوا وضعي شنو وديما نحمدوا ربي بنتي. شفت نعم ديما نحمدوا. زوجتك قانوعه؟ قانوعه بنتي. والحمد لله. الحمد لله بنتي، الحمد لله. الحمد لله بنتي. عندكم فامي هكا يعاونوكم من العائله، من الاصحاب، من الجيران يعني ولا؟ ليه ليه بنتي، انا عندي بنتي الوالد عند ربي. الوالد ربي يرحمه. ايه لا الوالد 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 ربي يرحمه وينعم. المراه كبيره ربي يخليها عايش، وعندي زاد المراه اللي عندي ابوها وامها عند ربي عايش عايش بنيت. خواتك هكا فما شي شكون وضعيته مترفه شويه يعني ليه. قادر انه يعاونك؟ ليه بنيتي ليه بنيتي، كل واحد كيما يقولوا فيها على روحه بنيتي، كل واحد على روحه. عايش قد قد. كل واحد عايش قد قد بنيتي. اي وبنتي. شنو تتمنى لصغارك؟ نتمنى بناتي ان شاء الله اهل الخير يعاونونا، بناتي اهل الخير يعاونونا. يرد بيلك تقص لهم على القرايه نتاعهم باسم الظروف، خليهم يقراوا على رواحهم، حاول تقريهم وتوصلهم. ان شاء الله بناتي، ان شاء الله ان شاء الله، انا نجرب بالجيد اللي اعطونا ربي، وان شاء الله بناتي ان شاء الله ان شاء الله بناتي ان شاء الله بناتي. المعاقين مسيو معناها حاتهم يقراوا والا ما ينجموش؟ لا ما ينجموش بنيتي في الدار، ما ينجموش في الدار بنيتي، في الدار في الدار بنيتي. هما ينجموا يقراوا وانت مش قادر؟ لا ما ينجموش، ما ينجموش ما ينجموش ما ينجموش بنيتي. ايه ان شاء الله ان شاء الله ربي يخليهم لك يا مسيو. بنيتي ربي يبارك. عندك رقم هاتف وانت ولا؟ اي نعطيك بنتي. حافظ رقم تليفون؟ نعطيك بنتي. ياه بري يسترك يا بنيتي، بري يسترك. غير مزيه عايش بنتي عايش. بسم الله لحظه بنتي. بسم الله احنا خلينا مسيو نخليوه رقم الهاتف نتاعك. بالك اهل الخير يعاونوك، اصحاب بنتي. القلوب الرحيمه فما عبيد تحب تعمل الخير. عايش بنتي. هاي بنتي هاو هاو بنتي 51 8 5 اقراه لك انا. اي هاو هاو بنتي هاو وين رقم الهاتف نتاعك؟ 51 856 799 للناس اللي تحب تعاونك. عايش بنتي للناس اللي تحب تعاون ويرحم والديه. عايشك.